خبر عاجل وخبر جميل جدا، وهو فرح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بإحدى الفنادق الكبرى وبحضور الفنانين، وحقيقة هذا أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. تعالوا نشوف تفاصيل هذا الخبر. فرح الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يوم الجمعة الجاية في فندق كبير بالتجمع الخامس بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن ومأذون جديد لرد ياسمين عبد العزيز للعوضي من جديد. الكلام ده حقيقي مش مجرد لفت انتباه عشان الترند. ألف مبروك يا عوضي، أنت وياسمين تستاهل. دي عبارة عن هذه العبارة انتشرت في الساعات القليلة على السوشيال ميديا، والناس بدأت تشيره وتقول إن الفنانة ياسمين عبد العزيز رجعت هي والعوضي من جديد. طبعا مع كمية الحب اللي موجودة من الجمهور الثنائي الناس كلها شيرت الكلام ده، وكان في ساعات قليلة كانت هي متصدرة الترند رقم واحد في الوطن العربي ومصر أيضا. طب يا ترى إيه الحكاية أو التفاصيل الكاملة للقصة، خصوصا بعد الاهتمام الأخير اللي بيظهر على الفنانة ياسمين وحرصها الشديد على ظهورها في صالة التمارين، في صالة التمارين الرياضية وصالة جان، وأيضا ظهورها بوزن أقل. وبدأ الجمهور يتساءل عن هذا الشيء بظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز بأنها أكيد هترجع لأحمد العوضي أو أن الموضوع فيه عريس جديد، خاصة بعد رشاقتها اللي ظهرت فيها وخسرتها للوزن بشكل كبير وآخر ظهورها في الساعات القليلة داخل الجيم. بيكون لنا كده تمام ولا خاصة أكثر؟ طبعا هناك ظهور كثير للفنانة في هذه الأيام بوزن ليس الوزن الطبيعي، خسارة كبيرة في وزنها، ظهورها بشكل متألق على صفحات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك تعليقات كثيرة تتغزل بجمالها ورشاقتها وأنها قمر في جميع الأحوال غير النشاط الفني اللي بتعيش فيه. أما عن القصة الكاملة لفرح الفنانة ياسمين عبد العزيز على العوضي، خاصة بعد انتشار البوست خلال الساعات القليلة الماضية واللي كتبه شخص مقرب من الاثنين، وانتشر البوست بشكل كبير. في طبعا كان هناك هاشتاج كبير جدا بهذا الفرح، وقال يا جماعة لكم عندي خبر جميل، فرح ياسمين والعوضي الجمعة الجاية في فندق كبير من التجمع الخامس الساعة 7 بالليل، والفرح يكون بحضور نجوم الفن ومأذون جديد لرد ياسمين للعوضي بعد الطلاق اللي حصل بينهم. وقال الكلام ده حقيقي مش لفت انتباه عشان تصدرهم الترند. وختم المنشور ألف مبروك يا عوضي، أنت وياسمين تستاهلوا ده. كان نص البوست اللي انتشر من شخص ادعى أنه الصديق المقرب للثنائي، وبالتالي حقق تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل. ومن بعدها تم نشر خبر ثاني كشف عن أن الشخص غير حقيقي وأن الصفحة صفحة وهمية لشخص ادعى نازل محمود ومعمولة من أول امبارح وبس. وأكد أن الخبر خالي تماما من الصحة. طبعا إحنا في الحقيقة بنتمنى رجوعهم وبنتمنى فعلا يكون خبر حقيقي برجوع هذا الثنائي المحبوب الذي يحبه كثير كثير من الناس. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وأنتظر أراءكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.